بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نعطي تأثير كأن الجسم يذوب، في نفس الشيء عندنا بالريجيد بودي من الديناميك ريجيد بودي، إذا سوينا أجسام عادية أي جسم كان نقدر نأشر على الجسم، نروح سوفت ريجيد بوديز، نقول له كرييت سوفت بودي. نفس الشيء هني نضغط G يكرر لنا آخر عملية، هني نفس الشيء G. الحين لو نلاحظ هني حط لنا مع كل جسم بارتيكل، هذا البارتيكل هو اللي راح يعطي تأثير الذوب. مثلا الحين عندنا الحين إذا ضغطنا بلاي ماكو شيء، ما في تأثير أي شيء. عندنا نأشر أول شيء على البارتيكل، نعطيه فيلد، نروح نفس الشيء على فيلد نقول له جرافيتي، نعطيه جاذبية. طبعا الجاذبية الديفولت مالها راح يروحون على الأرض على طول. نلاحظ الحين مشوا لتحت بس ما في جسم يصطدمون فيه. فإذا رجعنا من الأول أشرنا على البارتيكل، نبي نقول حق البارتيكل إن في جسم لازم تاخذه بالاعتبار، نأشر عليهم شيفت مع الأرضية ونروح على بارتيكلز نقول له ميك كولايد، سوى لنا يا كولايد. الحين نضغط بلاي، نلاحظ انه قاعد يسوي العملية، بس شنو الأرضية الباونسينج مالها او التأثير مالها وايد عالي، نقدر نخفف عليه كثر ما نبي. احنا طريقة سهلة، نأشر على الأرضية، مجرد ما نأشر على الأرضية نقدر نضغط كنترول و A يعطينا الاتريبيوت مالنا. في شغلة اسمها جيو كونكتر، نضغط على الجيو كونكتر عندنا الريسلنس، هذه هي اللي تقلل الارتداد. مثلا نخليه كذي نجرب نشوف، على طول وقفوا. نقدر نخليه شوية في ارتداد أكثر، نشوف شوية صار أكثر ارتداد. هذه هي الطريقة.